انت اي مواليد؟ 2001. 2001. الجريمه وين صارت؟ بيتنا. بيتكم؟ بيتكم وين؟ بيتنا بالمنصوري. شنو صار بالضبط؟ بالضبط بشكل تفصيلي وبهدوء. شنو صار؟ تقريبا 3:30 4 انا اسهر دائما. يا يوم؟ يوم 29. اي شنو صار؟ انا قاعد العب بالتليفون بوبزي وهذا. فتاجيت ملقط فرحت لغرفة والدتي. يعني طيت اول ما وصلت الغرفة الباب طيت صوتي. شغلت القلوب. يعني انت اجيت احتاجت ملقط كنت سهران. الباب كانت مغلقه ولا مفتوحه اللي والدتك بالغرفه؟ مفتوحه عن نص. مفتوحه عن نص. دقيت الباب لو راسا طبيت؟ لا اطيت صوتي. أي. طبيت فتحت طبيت. الباب بلي. فشغلت الضوء كانت طاف الضوء. أي. شغلته. أي. شفت شخص قريب عن والدتي. وين كان الشخص بالضبط؟ صفحه على نفس السرير بصفه بالنا؟ لا لا وين؟ بالقاع. بالارض نازل. اي, أي. فهمتك. أي. بلي. فسويت نفسي ما ادري بشي ولا. أي. هاي ليه سويت نفسك ما ادري ايش؟ ما اريد اخليه يحس. ها بلي. اي انا رجعت قالت لي بالمطبخ. سالتها قالت وين؟ قالت بالمطبخ بالكاونتر. رحت سويت نفسي بلي. سويت سحبت المجرات. أي. طلعت صوت قلت لها ماكو تعالي. اي جت يمس. امك اي مواليد؟ 79. بلي. اي جتي قلت لها من هذا الشخص؟ قالت ما عنده علم بي. هاي قلت لها بصفوج. قالت ما عنده علم. مو ما اعرفه ولا هاي. أي. فاني طلعت سكينه وقفلت الباب مال يعني الباب الخارجيه قفلتها. جيت رجعت للغرفه ما لقيت مكانه يعني وين ما شفته. هارب كان يعني شرد لو وين؟ ما موجود. ما موجود. كان شفته اول مره بلي. بي بلي. فحسيت بانه جوا الشربايه. والله اخويا مال صغير يعني. بهالموقف هي شنو انت من اجيت ولقيتها ما موجود وقبل ساعه قلت لها ملقط ورجعت. ايه. شنو كان التصرف بالغرفه يعني من قبلها؟ هي من قبلها بس ما كحد مصطفى وناس وايد. لا تجيب اسماء. بلي. ايه. ايه. ما كحد. ايه. ما موجود وهاي بس انا حسيت بانه جوا الشربايه. بلي. فصحت باخويا. يعني شنو رادت انه رادت تتغاضى عن الموضوع؟ لا هي تقول لي ما عنده علم بانه كحد شخص. بلي بلي بلي. اي. ايه. فصحت لاخويا وكان نايم يمي. بلي. كان نايم يمي بالاستقبال. بلي. صغير. قلت اني ها فتحت الكنتور انا خفت منه. بان انا لا عرفته بالبدايه. قلت جوز اكبر مني اضخم مني نتساوي على السكينه اذيني. انت كنت حامل سكين معك؟ نعم. فرحت للكنتور. بلي. بالغرفه مال والدتي طلعت البندقيه. هي شنو كان تصرفها من طلعت بندقيه انت؟ هي قامت تعيط. آه. تبكي. ما منعتك؟ لا ما منعتني بس بكيت. بس يعني قامت تبكي. فرجعت يم الباب عطت باخويا قعدته من النوم. جاء اخويا قلت له اسحب الشربايه. اخوك كبره اكبر لو اصغر منك؟ لا لا مولد 2004. اها اصغر. ايه انتم بس اثنين اخوه؟ احنا سته بس هو الموجود وياه بس كان هو. بلي بلي. بس احنا انا وياه. اكبركم اي مواليد كان؟ 97. بلي. ما كان موجود بذاك اليوم؟ لا 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 بلي بس انتم الاثنين. بس احنا الاثنين هو. بلي. ايه. ايه. فسحبوا الشربايه وحاول يطلع. فاني يطلع اكو شباك كان مفتوح؟ لا لا حاول يطلع من صفحه الشربايه من يم الكنتور. بلي. فاني يعني موجه البندقيه ضربت. اجته برجلي. لان هو كان منبطح. اي منبطح. ايه. حاول ورجليه كانت عليك. اي لا هو ايه. حاول يطلع انا ضربت. فجته نايب. فخذه. اي فخذه. بلي. كم اطلاقه صوبته؟ وحدة. وحدة. جيت عليه تقربت عرفته بانه هو جارنا. اها. جارنا اللي قلناها اول بدايه الحديث. ايه. مو؟ ايه. شو تقول على هاي العباره اللي قلناها قبل شوي؟ كان مهجر ولا هجار. اي شنو هاي رايك بها انت؟ ايه. ماكو امان. ماكو امان. هو كان يجي وياكم هذا البيت؟ صديق اخوي يعني صديق اخوك. اي 2002 هو. يعني هو ابن الامك يعتبر. ايه. مو؟ اي قد اخوي الاصغر مني. نعم. فشفته يعني تفاجأت بيه بأنه هو هذا الشخص وجاره وهاي. اي. قلت لك شو تسوي هنا؟ ما حكى بالبداية. قام يقول لي انقذني انقذني بس طلعني وخلصنا ونزلني فأخذه. دم وهاي. والدتي ظلت تبكي وتعيط لأنه ليش هيك سويت؟ ما أعرف إيش. دمرت حياتك حياة الولد وهاي. ما قلت له ما دمرت حياتك انت وحياة ولدك؟ قلت له انصح دعائك مو صح؟ اي جبرتونا على هذا الشيء نسوي. اي والله اخوي ما صغير ظل صاف ونتفاجئ بانه هذا هو قاعد من النوم. أي. ما لا تحرك ولا هاي. تمام. فقال لي طلعني انقذني
وانا ما اقول بيك. اذا هو اتفاق انه بينك وبينه انه طلعني انه انا بعد ما راح انا اقول انت ضربتني. انا ما اخذت على كلامه، بس انا اخذت بانه خاف تصير بانه حد يدري وفضيحه، خفت من فضيحه. سترت الامر وقبلت العرض اللي عرضه عليك. فطلعته سحبته، طلعته مو يعني بين باب مو بابنا. بلي. خليته على بطنه نام، هو وقع من وصلت الشارع وقع. انت شنو وقع يعني؟ راح من ايدي يعني. انا شايل سانده بس راح هو من ايدي. دقيت الباب على اهله، ابوه كان بالدوام، فبس والدته. هاي بيه ساعة صارت؟ تقريبا حوالي 4:15 هيك يعني. فجر. بلي. جو كشه. بلي. ودقيت الباب، طلعوا تاخروا، ودقيت الباب على الجيران. تمام. عندهم شباب وعندهم سياره. فطلعوا، طلعت والدتهم، قلت لهم بس قل للولد خليه يطلعون لان مصطفى المجنى عليه. المجنى عليه لقيته مضروب طلقه. تمام. يعني عبالها خطيه من الصدمه عبال هاني. بلي. والله طلعوا ولدهم وياي، طلعت والدته. والدته كان بالدوام. ما موجود. والده المجنى عليه طلعت؟ بلي. طلعت. اي. ف يعني جيس هذا هو الولد جارنا، جاب السياره شلناه. بلي. ودينا المستوى الصف، كان وقت يعني ما موجود احد. أي. فما لقينا الاسعاف. أي. لما خابروا عليه لا ما قدرنا نطلع به، الولد هو الجارنا قال ما اقدر، اخاف انا من السيطرات من هاي ولد مصاب. بلي. ما اقدر اطلع به انا قبل بسيارتي المستشفى. فيعني قالوا ودي الخواله. سلم الخواله، خواله صعدوا ويانا. عاد احنا بهاي الاثناء لقينا السياره، خابرونا قالوا السياره مال الاسعاف موجوده بالفرع. تمام. صعدنا بالسياره، كان شيء ما كان. انت وياه؟ لا انا صعدت ابي للسياره. وعرفته؟ اي عرفته. بلي. راحت السياره، انا رحت غسلت ملابس لان كلها دم. اي. بدلت وهاي. بعد بدلت ملابس وقعدت في البيت، حكيت ويا والدتي. اي. قلت لها ليش شيء؟ انت ابوك متوفي؟ لا لا موجود على قيد الحياه؟ منتسب بس. نعم نعم. اي. فسالتها قلت لها ليش هيجي؟ انا شنو ذنبي؟ روح ضحيتكم وناس سوالف. قالت لا ما حد راح يدري. قلت لها شلون ما راح حد يدري وبانه هو يعني ماكو. انت هاي اقوالك هسه تطيها، هذا واقع انت تحكي مو خاطر استاذ مشاريع ملقن انت لو حقيقه. لا لا هذا هذا صار. هذا عن ارادتك تحكي لو اكو من قال لك تحكي. ما حد ضغط او شيء، هذا نعم. صار بيتنا والان نعم. يعني عليه. نعم. اي ف يعني ما ظلت لا تحكي ولا هاي. ظلت ببيتهم يعني همين بالبدايه لما قبل ان اعرف. والدك عرف بالموضوع هذا؟ لا والدي كان بالدوام. ما عرف لحد الان؟ لا عرف بعدين. بعدين عرف؟ اي اي. بس هو بالبدايه كان بالدوام يعني. ورا ما صار اللزمت يلا نزل والدي. بلي. ايه. فراحت وجو طلعوا الشرطه. تقريبا صارت حوالي 8:30 بالتسعه. جو الشرطه يعني. شافوا ما الدم مالته وسحبته من يم بابنا. فماكو بس الشكوك بس على بيتنا. نعم. والله جو قلت لهم انا نقلت بيد وما اعرف ايش. فقالوا لقوا قال عندك سلاح، قلت لهم وين؟ طلعت سلاحهم وطلعت وياهم. ضابط لزامي. ايش عجب انت ما اخفيت يعني السلاح اللي نفذت به ما انه مسحت اثار الجريمه؟ حتى قلت يعني فكرت اذا حتى اذا الزم يعني ما حاجه اسلم سلاح، لان اذا الزم كل راح تدري بقضيتي شنو؟ فأنا ما مسوي شيء غلط بالنسبة لي. نعم. ما مسوي شيء غلط، أول شيء طاب بيتي يعني حرمتي وهاي وبثنا بيتي يعني بنص بيتي، بعد شو أسوي يعني؟ بس منو اللي أباح له أنه الدخول إلى بيتك؟ مو أكو دخول الدار، حتى وضحها من السادة المشاهدين، أكو مرة يدخل الدار عنوان. كثير من الجرائم يدخل عنوان، ومرة أكو من يساعده في دخول الدار. صحيح. هسه هذا من دخل أنت في رأيك هو عنوة دخل لو اكو من ساعده في دخول الدار؟ والله يعني انا يعني عندي لا اكو من ساعده. اكو من ساعده في رايك انت زين. كان الدخول انتم بيتكم ملاصق الى بيته؟ احنا حائط على الحائط. على حائط. بناتنا بس السياده. تمام. دخول بيتكم بصوره عامه يعني الدخول من اي واحد يدخل الا بعد دخوليه ثانيه لو الى باب واحد او بابين؟ من قدام باب المطبخ وباب الاستقبال، واكو من صفحتهم باب. كان هذا مفتوح الباب اللي هذا احنا كل مره مسدود يعني. كان ذاك اليوم مفتوح هذا الباب؟ هذا اليوم مفتوح. مفتوح. بلي. لقيته. بلي. هي قالت يعني باثناء الكلام قالت نسيته. وانا بهذا الوقت كنت مصاب يعني بكورونا مريض يعني بالفراش. فيعني حتى ما تاخر برا وهاي
انت دائما النوع اللي تسهر على البوب جي لو لو ايوه دائما يعني دائما. زين ما حسيت اكو موضوع كان سابقا بهيك موضوع يعني ما حسيت هيك موضوع صار يعني لو يعني قبل لو بس اي قبل قبل هاي الفتره لا يعني ما صار شيء قدامه او حاسب شيء ما كنت تدخل دائما الى غرفه والدتك بالليل انه ساعات متاخره ايش احتاج هاي ادخل عاديه يعني ماكش بس ما كان اي شيء موجود واغلب الاوقات يعني كانت هاي فتره مرضي تنام يمي تنام يم يعني تعطيني علاج بالليل او هاي يعني يم موجوده زين انت اليوم بالنسبه لك هذه الجريمه حقيقه انه هي صدمه طبعا شوف اجراء مرات انا دائما اقول حقيقه يعني بالاخص يعني اوضح للساده المشاهدين انه الجريمه تقام وتقام بفاعلها شوف معنى كلامي انه اليوم الجرائم اكو جرائم جنائيه نفذ جريمتك لكن مو بهالصياغه هاي تكون حاله انه اني اوفر فد حاله شخص يدخل الى بيتي مو عنوه كاسر باب وداخل واني قتلته هذا نوع من انواع الجرائم اكو جريمه لا انا اتفاجئ بسارق شوف وقتله داخل الدار كل واحدة هاي المحاكم القضائية صحيح. إنه محكمة الجنايات أو محكمة الموضوع هي تكون مختصة بهيج أمور صحيح. لكن أنا درج وياك لحد ما أوصل حالتك لأن السادة المشاهدين هم دا ينتظرون أنت حقيقة إنه راح تثير اهتمامهم لشيء واحد إنه إن صح ادعائك حقيقة أنا قرأت الأوراق وهذا الكلام اللي موجود بالأوراق إحنا دا نحكي كما هو السيد المقدم يمكن ديش السهم حكينا بس ما هو موجود حقيقة إنه شوف أنا كل لقاءاتي انه احمل اللوم على من هو كان في الدار